أنا ربيع الياس بهنان، معروف ربيع منه، مقضاة الحمدانية، قرقوش، بغديدة. رد فعل دبت طبعا جدي ايوا بداية الأمر، لأنه لك ذي أصلا إيكينا أزولة. لا نهائيا، لأنه لحق الوقت لك مسامحها. اولا بالدرجه الاولى نكي ولي بالبيت واثا راب ومنطقه وزلتا ما كرفانات وخيم يعني مديان زوريه و تغيير حصل لحيل بقوه، لانه كيو يعني اخي لي تقاليد شكل وتاما مثيهن تقاليد خنا، لانه اختلطت مجتمعات غير مجتمعات ديدا وتقاليد غير تقاليدا. ايه نعم، حصل له حيل تخوف برجعه لبغداده، لانه لك ذي يعني المينا قداري، وثانيا تو انا حيل الجهات ببغداد انت اطمع. نهائيا لا تلن هذا من دي ابد، لا من جهات لا من الطبيه ولا يعني اجتماعيا او نفسيا نهائيا. حيل بشكل، لانه انا بلب يعني ضغمه منه نقلق اميثه تقاليد لب، لانه حتى يعني ان شديدا خلطت مخنا ناشي وفلطت خنا مجتمع غير مجتمع ديدا، فاعتيادي بتحصل يعني تغيير بين الاسره.